نسبيا وتدريجيا خرج من توقعه الدفاع وان كان يلعب بدفاع متقدم. راسيه جميله لصيدو دومبارح الوطني. انما الان يمكن بينسل وسط دهول، خصوصا كان قريب منه لعب زهير فضال الذي كان في حاله شرود ديني واستغله لعب دومبيا الذي يوقع الهدف في الدقه 60. سايدو دومبيا الدقه 60 1-0 الكوت ديفوار متفوق على الفريق الوطني هنا.